اهلا بكل مشاهدينا، حلقة جديدة من حياتك احلى، وكمان طبعا موضوع جديد وضيف جديد. النهاردة شعار حلقتنا لا للغلاء. لا للغلاء، هو فعلا ده النهاردة شعار حلقتنا. طب ايه الحكاية؟ الحكاية ان احنا النهاردة معانا مجموعة من المفروشات والملابس بتتميز بالجودة والخامة واقل الاسعار. طب ازاي عملوا كده وازاي قدروا يحققوا المعادلة دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفة حلقتنا دعاء أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع حكاية. ازيك يا دعاء؟ اهلا بيك يا حبيبتي، الله يشرفوني يخليك. ومنوروني طبعا النهاردة. ميرسي. انا اكتر والله. دعاء، ايه الحكاية؟ بصي، الحكايه احنا بادئين من بدري جدا، من 2002 المصنع. كنا الحاجات عندنا كل حاجه قطن 100%. فبدانا نعمل، كان الاسعار كانت غاليه جدا بالنسبه للماتيريال، بالنسبه لكل حاجه. انتوا المصنع بتاعكو خاص مفروشات بس؟ كان هو كان مصنع، يعني هو مصنع مفروشات بس، ما كانش فيه ملابس لسه. فاحنا عندنا المصنع ليه تاريخ شوية، لرجل اعمال معروف مصري امريكا، عاش في امريكا، فعنده 4 فروع في امريكا. المصنع كان اسمه اند كمباني قبل حكاية. فبدأنا بعد كده نخفف الاند كمباني شوية، وعملنا الاسم حكاية عشان يبقى فيه كذا حكاية. طب ليه اخترت الاسم بقى حكاية؟ ليه نقلتي من عند كومباني لحكاية؟ اند كومباني لقيناه تقيل شويه على الناس، واحنا عايزين نعمل كل الفئات، عايزين نبيع حاجات اسعار خفيفه وماتيريال كويس، وفي نفس الوقت يبقى خفيف على اي حد. الاسم نفسه يبقى فيه كذا حاجه، حكايه يعني مفروشات، يعني ملابس رجالي اطفالي اولادي، وفي نفس الوقت برضو ان شاء الله يبقى في كذا حاجه، في فعلا في حكايه، 1000 حكايه. والله بصي، انا بصراحه شفت الحاجه بتاعتك حبيبتي ومش قادره ميرسي. اصدق ان هي بالاسعار دي. احنا طبعا مع مشاهدينا هنشوف كل حاجه لايف وعلى الطبيعه، طبعا وهيكون طبعا كمان معانا حبيبتي. مجموعه صور، كل ده هنوريه للمشاهدين. بس عايزه اعرف بقى ايه الخامات اللي بتعتمدي عليها بتجيبيها منين؟ بصي، اول حاجه احنا كنا يعني بقالنا فتره من 2016 عايزين نعمل ماتيريال كويسه، مقاسات مظبوطه، عايزين نعمل مقاس مع المقاس، عايزين نعمل اسعار كويسه. العروسه تيجي هتشتري 10 ملايات ب 1000 جنيه، ولو عاوزه اقل من كده كمان. فاحنا عملنا الخامه المصريه، احنا اغلب شغلنا قطن مصري، قطنيات. قطن مصري. الجودة مع الجودة طبعا اللي في المصنع الحمد لله. فالفرق بين انك تشتري من المصنع وتشتري من محل، ان المصنع بيقدر يوفر لك اي مقاس حضرتك طالباه، اي مقاس واي ماتيريال، سواء كان 3D او خامة مصرية او طب كل انتوا ده ممكن في موجود. المصنع بتعملوا اوردرات حسب الطلب؟ يعني مثلا لو حد جه عايز ياخد منكم جملة وطلب منكم مقاسات معينة وستايلات معينة، ده في امكانية ان هي ده تتنفذ؟ فعلا ده اللي انا اقصده، ان الاوردر بيجي بيتنفذ، يعني غير ما حضرتك بتدخلي اي محل هتلاقي المقاس الموجود قدامك هتاخديه.